السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع فيفا 21 على البلايستيشن 5. ما ادري انا نزلت مقطع في فيفا 21، لكن هالمقطع راح يكون على البلايستيشن 5، اول مره انزل مقطع على البلايستيشن 5 غير روكت ليج. فراح ندخل الحين وراح نختار تشكيله معكم. فبسم الله خلونا نبدا. اول تشكيله 3-4-2-1 4-3-2-1. انا ودي بتشكيله زي 4-1-2-1-2 او 4-3-1-2، لكن ما فيه. فخلونا نختار. شوفوا هذه هجوميه مره وهذه مليت منها، فبختار هذه. اوكي الهجوميه 4-3-3. بسم الله خلونا نروح مع اول لاعب. اوه شفشينكو، يعني المفروض انه يطلع لي مومنت، بس انه ما طلع لي مومنت. يعني اوكي ميسي، حلو حلو للحين ماشيين صح. بسم الله ماني، الله والله في نيمار، ثمانية 93 بس في نيمار، بس ماني 93. شوفوا نيمار افضل لاعب في اللعبه بالنسبه لي، لكن خلينا نجرب بطاقه ماني هذه بما انها ازرق. يعني 93 بوجبا، حلو 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 حلو، ممتاز جدا. برونو ممتاز ممتاز. ديونج، الله 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 الله، والله للحين تشكيله كويسه مره، ما شاء الله تبارك الله. يعني اوكي وقفت تشكيله كويسه. سيرجيو راموس، في فاران في راموس، فاران بثر، لكن بنفس الوقت يا اخي ودي براموس، انا باخذ فاران عشان يتصل مع بوجبا. تريفينيور ما ادري شو اسمه ذا، الى الحين ما في شيء كويس. اوه راشفورد، راشفورد اللنديدي، اكيد راشفورد، اكيد راشفورد، لازم طبوا ابدا شفشنكو. اوكي نيمار، جانا نيمار يا رباه. برناردو سيلفا، والله شكل ذي التشكيله بتصير خرافيه مره. يعني لو حطينا هذا هنا، صلاح، الله جاب وقته، جاب وقته، عد الام التشكيله، والله العظيم عد الام التشكيله. ناخذ المدرب، شوف المدرب اللي يتصل مع اكثر العدد لعيبه، حرفيا ما في احد، كلهم اسبانيين، يا ساتر ليه يا اخي. طيب راح نبحث عن خصم وراح نجيكم. طيب بما ان الحين اخترنا تشكيله كل شيء، المشكله في الدفاع. افكر صراحه اني اطب فاران، بس المشكله ما راح يشبك الا مع بوجبا، فكذا مشكله عويصه يعني صراحه. انا اقول راح اطب فاران، سواء خط اخضر خط برتقالي، ينقص تناغم كيف، لانه راح اخسر تبديل يعني في سالفه فاران. بنفس الوقت انا ابغى اطب براشفورد، ابغى اطب نيمار، ابغى اطب دافز، وهذا الحال. يا عين القرايه، العب هنا. تعال شفشنكو ايش قاعد تسوي؟ والله شفشنكو يا عيني، والله العظيم سويت ربعكس يا اخي، ليش تسوي كذا؟ يا ساتر، والله قلبي. لا 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 سريع ذا، من هذا؟ هذا ميسي سيف، والله هو سريع، اعوذ بالله. يا ساتر يا عيني يا بوبي، حلوه والله. شفشنكو في بطء مو طبيعي يا اخي، شفشنكو يا اخي شكلي بطلع، والله شكلي بطلع. ماشي ما عجبني يا عيني، ارجع يا اخي. يو والله حلوه، يو يا القرايح، والله غلطي. كيف الدفاع فك، تكفى حرام، الله حرام. اقراك يا ابوي، تعال تعال يا شفشنكو، تعال الله ياخذ ليسك. شفشنكو حرام، والله قاعد اضيع هجمات اقسم بالله. يا عيني يا ماني، يا اخي اطلع تكفى، وقفوا، الله والله العظيم ما ادري ايش اسوي، حاولت الف يمين يسار ما حد يطلع يا اخي، والله يا ماني اسطوري، الحمد لله طلع لي نيمار، طلع لي ماني الحمد لله. يو 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 برناردو، حلوة حلوة. يو 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 يو، ايش فيه هنجر ذا؟ وش فيه هنجر؟ والله ما تكمل الشوط الثاني يا شفشنكو، قسم بالله ما تكمل، بالله هذه شوته، والله العظيم حسبتها هدف خلاص. يا عيني البلوك، العب الماني، العب الماني بس، ماني 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 يا اخي حرام عليك. بلوكات الارض يا ابوي، بلوكات الارض، بلوكات الارض. خلونا نرجع او نحط نيمار هنا، ونطب راشفورد بدال شفشنكو، ودافز بدال الونسو، وبسم الله اعطونا الشوط الثاني. تشوفون تغيير الحين في اللعب مو طبيعي. نيمار نيمار حرام يا اخي، وش الحارس يستهبل،
ماني شايفك شايفك حرام يا اخي اقسم بالله ذبه اسطوريه بس خفيفه. تكفى 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 يا عيني يا عيني يا عيني. الله والله صاروخ. شكرا يا برناردو سيلفا شكرا يا برناردو سيلفا والله بطاقته ذي جامده والله جامده. تكفى. يوه يا فران يا قوي والله يا قوي يا ساتر. وماني الله 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 والله انا قلت لكم تتغير تشكيلة. امشي يا ابوي. لا يا اخي ناوي النص تكفى والله ناوي النص اقسم بالله حرام. انا اسف يا صلاح الله اني اسف. يو يا ساتر المتعة. نبا خربت بالاسامي خلاص النهاية انهاها نيمار. وهذا معها صديق يعني قاعد يلعبون يدين يا ساتر والله تشكيلته نار. ماني حرام 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 والله العظيم ما ادري والله قلت ركنية بعد يا ساتر كيف ضربت مرمى ذي. والله لعبت سريعين مرة مرة بعاني اقسم بالله. يوهو صلاح 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 الله عليه. يو يا ماني 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 العب هنا والعب شيفا. الله ياخذ راسك يا شيفا. جول جول. تبغى اكسر بصايص ما لحقت. ما ادري ايش اقول والله انه مثلث قسم بالله انه مثلث موجه قدام يا اخي حرام عليك يا اخي. روي راشفورد راشفورد هرب 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 الله عليك والله يا ذبة تدرس اقسم بالله يا ذبة تدرس كنت خايف من فران. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني نص نص تكفى الله عليه. نيمار ايش قاعد تسوي؟ وش ذي يا نيمار؟ يوه وداه لكن ما لعبها زي الناس الله ياخذ راسه. أعوذ بالله. يا لو كملت هذه بس. نيمار العبها نيمار والله اني لعبت قسم بالله اني لعبت حرام يا اخي والله حرام والله اني مناول بالاكس اقسم بالاكس ار2. لا جول 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 ما توقف كذا ما توقف كذا والله حرام. تسلم رجليك والله عليك راشفورد حرام خلاص يا راشفورد عليك الكره قدام مرمى ايش تبي زياده يا اخي. دقايق حرام والله حرام. انا ما ادري ايش تسوي بالحارس هذا ان شاء الله نستفيد من الباكجات لو بشيء بسيط. راح اسوي درافت معكم ما راح نلعبه فاكتبوا لي تحت في الكومنتات هل تبون نلعب درافت اللي بسوي بعد شوي او لا. صراحه 3-5 حلوه فيها 2 سي دي ام فافكر فيها لما انا افكر فيها لان فيها 2 سي دي ام يعتبرون كانهم دفاع. ودون يا ساتر الدفاع سون راشفورد مره واحده. اتوقع ان هذا اخر تطوير لراشفورد والله ما متاكد بس بنفس الوقت ودي اجرب سون. خلونا ناخذ سون اوكي لان قبل شوي مجربين راشفورد فخلونا ناخذ سون. فندق 96 يا حبيبي
والله تشكيلة الأمانة فيها عناصر بس ما فيها تناغم كويس يعني ولا شيء. فإذا تبون نلعبها في الفيديو الجاي اكتبون تحت في الكومنتات لا تقصروا في هذا الفيديو، نبغى 6000 لايك يعني ما لنا فيفا وزي كذا. ما أدري صراحة كم بتوصلون، سووا اللي تقدرون عليه. يعطيكم العافية المشاهدة، اعذروني إني ما فزت في الدرافت وزي كذا لأن اللعب هنا يختلف جدا عن فور، والله يختلف مرة. بس هذا كان مقطع اليوم، إن شاء الله مقطع يعجبكم، نشوفكم على خير، سلام.